لفقرتنا المحببة أيضا لكل جمهور النادي الأهلي، فقرة صنع في الأهلي. في صنع في الأهلي معانا النهاردة لاعب موهوب وقادم بكل قوة سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، حمزة الصافي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة. حمزة حفر اسمه من ذهب في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ومع الفريق الأول حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر. قاد منتخب مصر في العديد من بطولات رغم صغر سنه، ولكن قدر يحصل على جائزة أفضل ضارب في إفريقيا العام الماضي. فعلا ابن الوز عوام. بدأت في النادي الأهلي وفي الفولي عن طريق بابايا. أنا بابايا كان بيلعب فولي، مامتي بتلعب باسكت. جربت الاثنين، جربت لعبت باسكت شوية وفولي شوية، فده حبيت الفولي أكتر لما جربته في التمارين وكده فدخلت. هو طبعا النادي الأهلي بالنسبة لي أنا بيتي التاني، إن أنا كمان تقريبا تاني أكتر حاجة بقضي فيها وقتي بعد البيت. من وأنا صغير هنا كنت باجي التمارين وبقعد طول الوقت في النادي، تاني بعد البيت عشان كل البطولات اللي كسبناها وكل التمارين كل يوم، فطبعا بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. هو يعني من ساعه ما بدات تقريبا يعني اخذت بطولات كتير قوي، بس لو جينا نحسب مثلا ممكن يبقى حوالي فوق ال 25 بطوله 20 بطوله مثلا. اعتقد السنه اللي فاتت تحت 17 سنه جمهوريه، وفي كان في بطوله القاهره السنه اللي قبل اللي فاتت تحت 19 سنه في القاهره. كان ماتش نهائي الجمهوريه، كان في نهائيات الجمهوريه ضد الزمالك، كسبنا 3-1 في نهائيات الجمهوريه تحت 17 سنه. الماتش ده كان حلو قوي، يعني كنا كسبانين 2-0 وبعد كده الزمالك جاب شوط يبقى 2-1 وبعد كده كسبنا 3-1. ده ماتش من احلى الماتشات يعني بالنسبه لي. هو طبعا مع المنتخب انت بتبقى عايز، انت رايح ان انت تحاول تحقق احسن مركز مصر ما حققتوش في البطوله دي قبل كده. فاحنا رحنا بطوله 21 تحت 21 سنه في البحرين، اخذنا مركز تاسع، ده يعني احسن مركز مصر حققته في البطوله دي. بعد كده رحت بطوله تحت 19 سنه في الارجنتين، دخلنا دور الثمانيه واخدنا ثامن. كان نفسنا طبعا ان احنا نحقق حاجه احسن من كده، عشان احنا التارجت بتاعنا كان قدام شويه، بس الحمد لله يعني. طبعا انا من وانا صغير خالص وبابا كان بيتمرن هنا، وحتى هنا في نادي او بره كنت بروح معاه كل التمارين، وكنت حتى بقعد العب معاهم في التمارين وانا صغير. كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح، فاكر ان هو وانا صغير خالص مثلا تحت 13 سنه قبل ما لسه اللي هو ما اطلع العب سته في الملعب ولا حاجه، كان بيقول حمزه ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره، وبيراهن عليا يعني ان انا ان شاء الله هبقى كويس. بس وكنت بروح معاه كل التمارين، وكنت بتمرن معاه وبيلعبني في الملعب وكل حاجه. انا رول موديل بالنسبه لي دلوقتي بابايا، كان بابايا قبل كده ودلوقتي اخويا. يعني طموحاتي ان شاء الله باذن الله ان انا مع الفريق الاول ان انا اشارك واقدر العب بشكل اساسي ان شاء الله، وان انا دلوقتي تحت 19 سنه ان شاء الله نقدر ناخد بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، ونقدر نجيب كل البطولات اللي نقدر عليها عشان نفرح الجمهور باذن الله. ودلوقتي يعني انا ويوسف ونور اختي كمان بنلعب فولي، فاحنا دلوقتي انا واخويا بنتمرن فوق، فطبعا اي حاجه في التمارين مثلا هو بيشوفني مثلا بعملها غلط، حاجه مثلا هو شايف ان انا المفروض اصلحها هو بيكلمني فيها. طبعا بنكلم بعض اللي هو طبيعي ان احنا بنحمس بعض ونشجع بعض ان احنا نعمل اكتر حاجه واحسن حاجه نقدر نعملها في التمرين. احب والله اشكرهم على الدعم ده قوي، وان شاء الله باذن الله نبقى عند حسن الظن ونقدر نعمل كمان ونجيب بطولات اكتر للنادي ان شاء الله.